مساء الخير ومساء الفن اللي بجد والابداع اللي بيخطف العقل، ومساء البسمه ومساء رضا الرحمن. واهلا بيكم في حلقه جديده من طريقي مميزه جدا كالعاده مع ضيف اكثر تميز في مجاله. من الحاجات الجميله اللي هي اتكلمت عن الفن والثقافه، قالوا ان الفن والثقافه لو مش موجودين في الحياه فتبقى الحياه لا حياء فيها. في كتاب جميل جدا كل ما تقراه تحب تقراه تاني للكاتب والأديب والروائي المسرحي الأستاذ عبد الله الطوخي. كتاب اسمه فكر وفن، بيتكلم فيه عن أهمية الثقافة والفن ودورها في أي مجتمع. بيقول إن الثقافة لو متاحة في مجتمع ويوازيها الفن، تقدم رواية مسرحية أو تقدم عمل فيه دراما حقيقية للجمهور، ده أقوى وأحسن وأروع وأشيك وأجمل من إنك أنت تنتصر حتى لو في معركة حربية. ده قيمة الفن والفنانين، وربنا سبحانه وتعالى كارم المحروسة بفنانين مبدعين ومثقفين، وهو ده الأهم. كون أن ربنا عز وجل يكرمك بموهبة وأدوات ومعطيات جميلة أنك توصل رسالة، ويكون معاك كمان تاني ثقافة ومهمة وهموم وطنية أنك توصل فن بجد للناس، ده كرم من بعده ما بعده كرم. ضفنا بلا مجاملة لشخص الكريم تجسيد حقيقي لكلمة طريقي، أن ربنا كرمه كل ما بيروح مكان بيتضاف في السي في بتاعه نجاحات، وطبعا ده مشوار ما بيجيش من فراغ. أكد لنا أن اللي عايز ينجح فينجح، ابتداء من مروره ومشواره اللي هو معروف وناصع وجميل بحب الناس ومغلب بحب الناس في العريقة وزارة التربية والتعليم كمعلم خبير، وصولا إلى متحدث رسمي لبق وذكي، وصولا إلى إداري موهوب ومحبوب، وقبل ده كله هو فنان محبوب. ربنا كرمه بأدوات وعنده القبول والسماحة في وشه، وليه رصيد في حب الناس. نقول الناس، نقول اللي اتقال عن ضيفي الكريم، نقاد الفنيين قالوا هاني كمال أو الفنان هاني كمال هو من النوع اللي لما بيغيب ويرجع تاني رجوعه بينسينا غيابه. الأفلام والمسلسلات اللي شارك فيها كلها سايبة بصمة، وهو سايب بصمة جوه المسلسل أو الفيلم بأدواته وقناعاته إن الفن رسالة. اتكلم مع ضيفنا بحكم موقعه في وزارة الثقافة على الثقافة ودورها في المجتمع ومجابهة الفكر بالفكر، ونتكلم مع ضيفنا عن الفن وكيف يرى المنظومة الفنية في مصر، وإحنا اللي محتاجينه عشان نرجع تاني مصر رائدة في الفن والثقافة بأدبائها وعلمائها وفنانيها ومثقفيها. نلحق نستثمر مع الجميل والموهوب والمحبوب ضيفي الأستاذ الدكتور الفنان اللي هي قبل لقب الدكتور، وده اللقب اللي هو بيحبه، هاني كمال. مشرفنا في طريق حبيبة فنان، شرف وإضافة وجودك معنا والله. أهلا وسهلا، متشكر جدا. وبعدين يعني بعد المقدمة الرائعة اللي حضرتك تفضلت بها عليا أمام السادة المشاهدين، يعني أنا ما عنديش كلام أقوله غير أني أشكرك جدا، وأقول أن أنا سعيد جدا أن أنا موجود مع حضراتكم قناة مصر الزراعية المحترمة ومع المشاهدين الكرام، وأتمنى أن الحلقة تكون يعني خفيفة وجميلة ومقبولة إن شاء الله. إن شاء الله جميلة بيك.